السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير واحد الاكزرسيس في الكالكول دو بيتو ارمي. غادي نديرو البيوال وغتكون البارتي 1 الكالكول دي بوتو. اذا نشوف ان شاء الله هاد الاكزرسيس هذا. هذاك الشيء اللي كاين في لوكور غادي يكون تقريبا في هاد لي سيري ديال لي زيكزارسيس اللي غنديرو ان شاء الله. دونك تو لي غولاسيون اللي غيكونوا في لوكور غادي نديرهم ان شاء الله. نبداو التمرين ان شاء الله. نبداو ليكزارسيس سوا لو بوتو هنا سوا لو بوتو بي 5 دال لوكال ا ار دي سي افيك تيراس ان اكسيسيبل فوار لو بلون دو كوفراج اي كوب اون دون بوا سبيسيفيك دي زيليمون ان بيتون ارمي اللي معروفه هي هنا ديكا نيوتن هي 2500 ديكا نيوتن بار متر كوب. بلونشي تيب دار بلان ديبيسور 15 سنتيمتر. عندنا هنا مير داكروتير 15 سنتيمتر ديبيسور. شارج ديكسبلواتاسيون 100 ديكا نيوتن بار متر كوب بار متر كاري. كاركتيريستيك دي ماتيريو بيتون اف سي 28 22 ميجا باسكال. L'acier FI ou bien FE 400 MPa ou l'enrobage C égale 2 cm. La majorité des charges est restée appliquée avant 90 jours. La première question est de déterminer les charges qui sollicitent P5. Et donc, comme vous le voyez, le plancher de la rez-de-chaussée de la rez-de-chaussée, les cotations de la rez-de-chaussée, et le plancher de la rez-de-chaussée. Et donc, بلونشي او بيان البلون دو بيتو ارمي. والبلونشي اون تتعني مثلا ريد شوسي السقف ديال ريد شوسي. هذا هو السقف ديال ريد شوسي الا بغينا نزيدو نعمقو الشرح. السقف ديال ريد شوسي وهادو سون لي كوتاسيون. راه كلشي دونك واضح. هذا البلون وهادي لا كوب فوازيناج ديال هذاك لو بوطو اللي غنديرو عليه ان شاء الله ليتود ديال ديالنا. Les cotations, la coupe verticale, coupe au voisinage de P5 ou bien la coupe verticale d'Yenna. Voilà, le dallage, elle a fait 15 cm. La dalle, elle a 15 cm. Retombée d'Yenna, 15. Elle a une semelle isolée, elle a la hauteur d'Yenna, le dallage, elle a 10. Et ainsi de suite. Donc, nous allons faire l'étude de la poteau. La partie de la poteau, nous allons faire l'étude. Et dans la poteau, nous allons faire la poutre. 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 Donc, nous allons faire l'étude de la poteau. Parce que nous déterminons l'armature de la poteau. Donc, اول حاجه اللي غنديرو في هاد لابارتي هادي هو غنكالكيلو لي شارج بيرمانونت او بيان لي زاكسيون بيرمانونت. السامبل جينيرال هو جي. شنو هما لي شارج بيرمانونت؟ هاد لي شارج بيرمانونت هادو هو لو بوا بروبر دو لا ستركتور افيك لي زيليمون رياليزي اون بيتون ارمي او اون ماسوري. نعطيو دي زيكزومبل. لي زيليمون بيتون ارمي كاين سومي دو فونداسيون كونتينيو او بيان فيلونت و ايزولي مير دو سوباسمون بلانشي اون بيتون ارمي. دونك و كاين لي زوتر اليمون دو لا كونستركسيون بحال شاربونس كوفرتور كارلاج بوسي دي تير او بريس. المهم دابا نقتصرو باش نديرو هاد ليتود ديالنا. دونك كيما كتشوفوا هذا البلون غنتاجو الان باش نديرو الكالكول ديالنا. دونك هذه هي لا بارتي ديالنا. هذه لا بارتي ديالنا. هنا تو سكي اون كولوري سي اون هذا البوطو. هذا البوطو ديالنا كيما كتلاحظوا. دونك غادي نكالكيلو لي شارج بيرمانونت او بيان لي زاكسيون بيرمانونت. شارج شارج
بيرمانون. دونك هنا اول شارج لي غنكالكيلو هي البوطو. اون فاكالكولي ايسي البوطو. واخا اذا البوطو هنا شنو عندنا؟ عندنا حنا ديجا عندنا في لي نوسيون ديالنا عندنا هنايا بوا سبيسيفيك دي زيليمون بيتو ارمي سي 2500 ديكا نيوتن بار متر كوب. غنحولوها اون نيوتن، اون ترانسفورمي لونيتي اون نيوتن، غتولي 25000 فوا السيكسيون بوطو ديالنا هنا عندنا 20/20 دونك 20/20 وغادي نضربوه فهاد 3.7 لان البوطو شاد ليا من لو نيفو سوبيريور هنا ديال لادال حتى النيفو انفيريور ديال لي سوميل لانه ديال لا سوميل لانه يدخل ليا هنا كيكون الفراياج ديال البوطو كيكون البيطو داخل هنا دونك يتحسب معاه. هذا هو لا لونغور ديال سي 3.70 × 0.2 × 0.2 = donc égal par l'application numérique on trouve 3500 newton. Donc à dire la valeur de l'oula ديال البوطو. غادي نكالكيليو في الشارج بيرمانونت خصنا نكالكيليو لا بوتر دونك لا بوتر هي 25000 توجور. وهنا في لا بوتر شحال عندنا من بوتر؟ عندنا هاد البوتر الاولى النص الاول النص الثاني زائد النص الثاني زائد النص الثالث زائد النص الرابع اللي عندنا. ولا سيكسيون ديال لا بوتر هي شناهي؟ هي 0.20 في الروتومبي ديالها اللي هي 0.030 لان لا بوتر نازله ليا بار 0.30. الروتومبي هو ديك النزله ديال لا بوتر كيتسمى الروتومبي. دونك عندي هنايا 2 + 2 + 1.45 + 1.50 + 1.25 × donc نقدروا نديروا مثلا × 0.20 × 0.30 اللي كنا كنحولوا هاد لي زونيتي هما سنتيم لان 20/30 كنحولوها للمتر كلشي للمتر. دونك هادشي غادي نزيدو عليه عفوا غادي نضربوه اون ميتيبليي تو سا. نحل هنا مابقاش ليا نحل هنا واحد القوس. عندي هنايا 2 + 2 لا لونغور ديال هاد لا بوتر بلس 1.45 + 1.50 + 1.50 لا لونغور ديال هاد لا بوتر هدا 1.50 + 1.25 لوتر بوتر 1.25 دونك بار لابليكاسيون نيميريك توجور كنحولوا هذا الشيء راه حولناه للنيوتن من ديك نيوتن كنلقاو 9300 نيوتن. دونك هنا بقى لينا غادي نديرو لا دال تو سكي كونسيرن البيتون ارمي. لا دال عندنا هاد لا بارتي هادي وعندنا هاد لا بارتي وعندنا هاد لا بارتي هادي هي لا دال ديالنا. دونك توجور 25000 × l'épaisseur de la dalle suivant la coupe. Comme que tu vois la coupe, l'épaisseur de la dalle est 15. C'est 0.15. Par rapport à la partie اللي غنخدموا عليها اللي خدمنا عليها هنا عندنا لا دال اللي عندنا هي عندنا هادي وعندنا هادي وعندنا هاد لا بارتي هادي. ستادير كوا الا درنا اون توتال هي 3.45 + 1, غادي نديرو 3 المجموع ديالها 3
45 fois, multiplié par 1,50 plus 1,25 multiplié par 1,45. On dirait 3,45 plus fois 1,50 اللي هي هادي درنا المجموع ديال هادي هادي هاد المجموع هادي ملتيبلي بار هادي نسد القوس ديالي مبقاش لي مكان بلس نفتح القوس 1,25 فوا 1,45 نسد المعقوفة ديالي بار لابليكاسيون نيميريك توجور اون تروف 26 23,125 نيوتن. دونك غادي تبقى لينا هنايا الروفيتمون دونك الروفيتمون هنا في لي دوني الروفيتمون هي الروفيتمون عندها واحد لا فالور في لي دوني ديال ليكزارسيس هي الى عطيناها باغ اكزومبل نعطيوها في لي دوني ديال ليكزارسيس نعطيوها 100 نعطيوها 1020 دوك الروفيتمون نعطيوها 1020 هنا نعطيوها 1020 نيوتن بار متر كاري نكالكيليو الروفيتمون ديالنا دونك الروفيتمون هنا غادي نعطيوها 1000 دونك الروفيتمون شنو هي هنا غنفتحوا واحد المعقوفه هي 1020 الروفيتمون شنو هي هنا الروفيتمون كما كتلاحظوا الروفيتمون كتكون عندي هنايا هنا وكتكون عندي في لي مور دونك هنا غادي ندخل بواحد 5 ملم هنا وندخل هنا ب 5 ملم وندخل ايضا هنا حتى هنا في هاد لابارتي ب 5 ملم هادي هي لابارتي ديال الروفيتمون دونك هاد واحد 1,50 غتولي 1,55 والروفيتمون كدار على كل شيء جميع الاماكن دونك غتولي عندي هنايا الى جمعنا هادو غتولي عندي 3,65 فوا 1,55 بلس هنا غادي تدخل بواحد 5 هنا غتولي بلس 1,50 فوا 1,20 يعني غادي ندخل غتولي عندي هنايا الى لاحظتي هنا شحال غتولي 1,50 عاوتاني هنا الروفيتمون غدير على هاد لابارتي كاملة الى هنا هادي فيها 20 الى نقص 5 منها بقات عندي 15 هنا 15 هنا 15 هنا دونك 15 هي 1,40 دونك مفهومة دونك غتولي عندي هنايا 3,65 × 1,55 + 1,40 × 1,50 نشد المعقوفة وندير لابليكاسيون نيميريك إيكال 7,912,65 نيوتن اش بقى لينا دابا بقى لينا نكالكوليو لاكروتير لا بارتي اكروتير دونك لاكروتير كما كتلاحظوا هنا في لاكوب ديالنا عندها واحد واحد لا هوتور هنا ديال 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 40 و ليبيسور فلينونسي ديجا عندنا ليبيسور
l'énoncé ديال لاكروتير جو بونس هنا لبيستر ديال لاكروتير امير داك سي 15 دونك هنا الكالكول ديالي هي 25000 باسكو سي ان اليمون بيتون ارمي 25000 اندر ميسيبي بار 0.15 فوا 0.40 وهنا لاكروتير عندي فين عندني في هذه البلاصه في لونتوراج ديال 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 ليموبل ديالي كما كنجينا لاكروتير كتكون في هذا لونتوراج هذا في لونتوراج ديال ليموبل ديالي كتكون على برا هي كتكون في 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 التيراس هذه هي لاكروتير كتكون في لونتوراج ديال ليموبل ديالي دونك نرجع لنطق كروكي دونك هنا هذه هي لاكروتير عندي 1.25 بلس 2 بلس 2 دونك فوا 2. هنا الى لاحظتوا غادي ندخل لان هنا غادي ندخل بواحد هنا عندي ديجا 5 ديال الروفيتمون 5 ملم ديال الروفيتمون هنا 5 ملم ديال الروفيتمون خصني نحيدها لان ما دخلش في لاكروتير ما دخلش في البيتون هادي ما دخلش في البيتون هاد ال 5 اللي نحيد من هنا وهاد 5 اللي نحيد من هنا ما دخلش ليا في البيتون دونك خصها تحيد ما غتبقاش خصها تحيد دونك غتولي عندي هنايا 2.15 بلس 1.25 اللي هي في هاد لابارتي هادي حيت ديجا حسبت هاد المنطقة هادي ديجا حسبتها دخلتها في هاد مع 2 دونك هنا بقات ليا 1.25 دونك تسد المعقوفة ديالي وندير لابليكاسيون نيميريك دونك ايكال 5100 نيوتن دونك في الاخير لا شارج بيرمانونس لي سامبول ديال لاغرانجي ايغال كنجمع هاد لي شارج ديالي كاملين هو لا سوم سي لا سوم هاد لي شارج ديالي كاملين اللي خرجوا ليا كندير ليهم لا سوم كنجمعهم كيعطيوني في الاخر ان شارج بيرمانونس او بيان شارج اكسيون بيرمانونس 52 275 newton. Donc, on va calculer la charge d'exploitation. Charge d'exploitation ou bien variable. الشارج ديكسبلوطاسيون هنا هو الروفيتمون اللي غادي نبدل غادي نبدل غير هاد ميل هادي اللي في لينونسي ديالنا عطاونا في الشارج ديكسبلوطاسيون هنايا في لينونسي عطاونا 100 ديكا نيوتن بار متر كاري انا غادي نضرب نحولها للنيوتن الفو ترانسفير ميسيد فالور اون نيوتن وغادي نعوضها في الروفيتمون لان الروفيتمون داخله في لا شارج ديكسبلواتاسيون دونك انا هنا في تي الروفيتمون داخله في لا شارج ديكسبلواتاسيون دونك لي دوني ديال الروفيتمون هنا الروفيتمون غيبقاو هما نفسهم غادي نبدل غير هاد هاد لا شارج اللي عندي هنا غادي نحط على في بلاصه 1000 دونك 1000 هنا 1000 ونفتح المعقوفة ديالي ونحط الروفيتمون هادوك لي ديمونسيون اللي درت في الروفيتمون نوضعهم بلس 3.56 × 1.56 نسد القوس ديالي ونسد المعقوفة وبار لابليكاسيون نيميريك والسامبول ديالها هي كو 7.557.5 دونك هادي هي لا شارج ديكسبلواتاسيون بيان فاريابل دونك بقى ليا هنا نكالكولي لا سوليتاسيون نورمال اللي هي ان يو ايغال لا سوم ايغال 1.35 فوا لا شارج بيرمانون بلس 1.50 فوا لا شارج ديكسبلواتاسيون بيان فاريابل Par l'application numérique, on va trouver 82
727,55 newton. On a commencé la première partie de calcul de béton armé, le BAOL, la partie 1 qui concerne les calculs des poteaux et l'exercice 1. On va dire la suite de l'exercice, le calcul le béton. إذن هنا نكونوا انهينا تاليك الحصة المجيئة إن شاء الله. نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر أبوني ولايك إلى عجبكم الفيديو ونرجو نشر القناة باش تعم الفائدة. وشكرا والسلام عليكم إلى في الفيديو الجاي إن شاء الله.